خلينا نناقش الاستاذ محمد البلساوي فيما كتب وفي وجهه نظره. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير كابتن ابراهيم. مساء الخير يا كابتن عادل. اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت بصحه وسلامه. تحياتي المهندس عدلي. ربنا يخليك. طبعا ربنا يا رب يوفقكم دايما ودايما برنامجكم يعني بينتظر كل عشاق الفنانه الحمراء وخير الفنانه الحمراء. فانا بحييكم وان شاء الله بالتوفيق دايما. الله يخلي حضرتك. استاذ محمد الاهلي مدرسه حياه. يعني جملة لخصت كتير من المعاني، يا ريت تقول لنا وجهة نظرك فيها ايه؟ والله يا كابتن انت حضرتك عارفني كويس، احنا في المهنة بتاعتنا لازم نتسم بالحيادية والشفافية في كل شيء. طيب. يمكن حضرتك عارف كمان انا دي أول مرة انا بقالي فترة ليا المقال والكلام ده كله، ويمكن دي أول يوميات ليا في الأخبار إن تكشف عن أهلاويتك. ويمكن حضرتك قعدت عارف على مستوى البرلمان في تغطية المباريات سواء للأهلي للزمالك لأي فريق ثاني كله بياخد حق بنعل قيمة التجرد والحيادية. صحيح صحيح. وأنا اللي كتبته ده طبعا دي كانت أول يوميات ليا في الأخبار، وبصراحة أنا ترددت قبل ما أكتب الفقرة دي لكن لقيت إن هو ما ينفعش إن أنا ما أكتبهاش. أنا مش كاتبها بدافع إن أنا ربنا يعني حباني بها حبي للفنانة الحمراء وانتمائي للنادي الأهلي، دي حاجة أتشرف بيها. طيب. لكن ما كانش ده الدافع بصراحة، وزي ما حضرتك قلت من شوية أنا الدافع والله المصداقية والصالح العام. يعني أنا أتمنى أن يكون أسلوب الأهلي في الإدارة في اللعب في كل شيء، أتمنى أن يشوط كل شيء في مصر. تخيل حضرتك لو كل مؤسسة تعمل بالروح الجماعية، تعمل بنظام الاداره اللي تدي فرصه، يعني انا براقب وبشوف وبدي حد المسؤوليه واديله فرصه ينفذ المسؤوليه ديت، بعمل في بوثقه جماعيه بيتظاهر فيها اي اهواء شخصيه من اجل الصالح العام ومن اجل روح الفنانه الحمراء. يعني اعتقد ده لو سدد كل مؤسساتنا متهيألي كان الامر هيختلف كتير في مصر كده. واعتقد انتوا بتتفقوا معايا كده، وده مش تعصب منكم للاهلي انما ده الحقيقه والواقع بيقول كده. يعني استاذ محمد مش احنا بس اللي بنتفق معاك، ده المنافس والمنافسون طوال الاسبوع الماضي بيتفقوا معنا في هذا المعنى، بيقول يا ريتنا كلنا نلتزم بهذا النموذج. وده اللي انا بقوله يا جماعه، الاهلي هو الاستاذ محمد يمكن ترجمه احسن مني، اسلوب حياه. هو جت منين؟ ما هو من الثوابت ومن المبادئ ومن القيم واعلام قيمه المجموعه على حساب الفرد، وانك ما تدللش النجم على حساب المؤسسه. هي كل دي المعاني دي اللي بتنجح التيم يا كابتن. حضرتك طبعا استاذنا وحضرتك تتذكر جيدا، وانا اذكر انا يمكن كنت في الثانويه العامه وقتها او اصغر من كده بحاجه بسيطه، يوم ما الله يرحمه والله يرحمه الرمز المصري الجميل الاصيل الكابتن صالح سليم، والموقف التاديبي اللي حصل لكبار لاعبي مصر كلها وكبار لاعبي الامه العربيه وقتها، والموقف ده اللي حصل وكلنا ما كناش مصدقين، او يمكن بلاش اقول كلنا، الناس اللي كانوا قليل الخبره شويه من الاهلي مبادئ الاهلي ما كانوش مصدقين ان الكابتن صالح سليم هيقدر يقعد محمود الخطيب، هيقدر يقعد طاهر ربيع، يقعد الاسماء الكبيره دي كلها اللي وقتها كان كل اسم يشيل فريق ويشيل بلد، وطلع بعديها بقى حسام حسن وابراهيم حسن وكل شال الاهلي بقى في 85. صحيح. تفتكر حضرتك موقف زي ده ما نتعلمش منه؟ ما نتعلمش ان المبدا هو الاساس؟ ما نتعلمش ان الصالح العام هو الاساس؟ اعتقد انا لازم نتمسك بالدرس بتاعه. والصدفه الجميله ان النهارده ذكرى هذه المباراه. هتشوف حضرتك الاجوان وهتشوف ذكريات متعلقه بهذا الامر وهتشوف. طيب ما ينفعش تكون معانا يا استاذ محمد وانت راجل مهتم بالشان السياحي بالخصوص، وما نعرفش وجهه نظرك في اقامه بطوله عربيه في مصر في هذا التوقيت، وازاي يقدر اتحاد الكره او حتى مسؤول الرياضه يستغلوا من الرياضه في دعم السياحه وتنشيطها في مصر يا استاذ محمد. يا كابتن ابراهيم انا عايز اقول لحضرتك حاجه بسيطه، حضرتك والكباتن كلهم وكل الزملاء كلنا سافرنا الدول العربيه، بلاش هقول لحضرتك في الدول الاوروبيه ولا بره الوطن العربي، كلنا سافرنا العالم العربي. انا حضرتك كنت بروح سوريا وفي الشارع بيوقفوني ويقولوا لي انت مصري، والسؤال الثاني اللي بعديه انت حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ وريهم ضوافرك، وريهم ضوافرك اللي متعوره. لا تخيل حضرتك يعني الذوق اللي بلاش بقى اتكلم على السياحه الرياضيه بمفهومها الكبير. لكن انت لو قدرت تستغل اسم الاهلي صحيح الزمالك وكل الانديه اللي ليها تقل في الوطن العربي، واجي اعمل بطوله او ماتش او حاجه الاهلي طرف فيها
وما اقدرش انا كدوله اسوقها. جبنا برشلونه، جبنا ريال مدريد، وجبنا العديد من الفرق اللي الاهلي كان طرف في المباراه. لو انا سوقت المباريات دي بس في الوطن العربي ما بين الاهلاويه، تخيل حضرتك كان هيجيب لي قد ايه سياحه. طب لو انا بتكلم بقى على مفهوم السياحه الرياضيه بالمفهوم العام والاشمل، هل تتخيل ان مصر اللي عندها الشواطئ، اللي عندها شرم الشيخ، اللي عندها الغردقه، اللي عندها الجو، اللي عندها كل حاجه جميله، ما تجيش الفرق الكبيره تعمل معسكرات عندنا؟ هي دي اللي ناقصانا والله. انت حضرتك كل الفرق بتروح لدول في المنطقه، مع احترامي الكامل لها، لا عندها اسم ولا تقل ولا مكان ولا جو ولا اي حاجه، وكل الفرق الكبيره تيجي هنا. انا ما اقدرش اعمل ده، ما اقدرش اعمل منشاه اولمبيه واعمل بطوله وتبقى جنب البطوله دي برامج سياحيه. تقصير ولا ظروف يا فندم؟ لا يا فندم، انا رايي بوضوح شديد تقصير، وتقصير شديد من كل المسؤولين في الدوله. البطوله العربيه تقدر تقول لي حضرتك الجماهير العربيه اللي حضرتها قد ايه؟ يعني لو في ارقام، انا عايز اعرف الارقام. البطوله العربيه وبتقام في مصر ومن اعترافها على فكره دلوقتي بطوله العالم في البلياردو برضه بتتلعب في مصر في الغردقه. يا كابتن احنا عندنا بطولات كتيره، احنا للاسف معلش واتكلم بصراحه شديده ان احنا مش مقدرين كلمه مصر وقيمه مصر ومكانه مصر بكل المقاييس. لو انا قدرت استغل اسم مصر واسم منتخب مصر واسم النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هو يعني النادي القرن والنادي الاول عالميا، ما اقدرش استغل واجيب بيه سياحه؟ يا كابتن ده ازاي بس؟ ازاي يا كابتن؟ كم واحد في الوطن العربي بيعشق ابو تريكه وعماد متعب وكل نجوم النادي الاهلي؟ لان لو خليت النجوم بيه بس ابسط شيء ان انا استغل الرياضه لدعم السياحه، لو خليت كل واحد فيهم يوجه رساله للناس للدول العربيه برضه مش هقول الاوروبيه، رغم ان كلهم ليهم مكانه عالميه ومعروفين عالميا. لو كل واحد فيهم طلع يقول رساله بس ان مصر امنه او زورونا او مصر مستنياكم، كم واحد هيجي يزور مصر؟ فين الكلام ده كله؟ صحيح. البطولات اللي احنا ممكن نعملها يا كابتن، يعني معلش انا حضرتك برضو وانا يمكن في الشان السياحي شويه، انا جيت لك على الجرح واضح. لا والله جيت على الجرح شويه يا كابتن، معاك حق، لان الواحد مقهور ان مصر ما تعرفش تستغل كل الامكانيات بتاعتها بما فيها السياحه الرياضيه، فاحنا للاسف فاشلين باقتدار في هذا الملف. يعني هل ممكن اخر حاجه اللي حضرتك قلتها البطوله العربيه، انا لو عندي بطوله عربيه في مصر باسم مصر وباسم النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه المشاركه وكده، انا كنت اقدر اجيب ملايين من السياح العربي يتابعوا البطوله ويحضروا ويقعدوا. هتلاقي يعني ما اتعملش اي مجهود لمخاطبه جماهير الانديه العربيه في دولها، يعني ما بالتاكيد جماهير الترجي كانت ممكن تيجي بغزاره شديده، جماهير الهلال السعودي، جماهير النصر السعودي، جماهير الوحده الاماراتي، يعني ما حصلش مخاطبه. برضه استاذ ابراهيم لو كانت عملت رحلات للناس وجابت وودت يعني ما احنا مش العمل الجماعي هي مشكله. حضرتك شفت اعلان او اعلان تلفزيوني او اعلان في الجرايد او حتى برومو او حتى اي حاجه بيقول للدول العربيه او للمشجعين تعالوا زوروا مصر في فتره البطوله العربيه؟ طب ما انت نبهتني النقطة يا استاذ محمد، انت اقدر واحد تجاوبني عليها. دلوقتي قوه السوشيال ميديا، خلينا رضينا او لم نرضى، الشباب على مستوى العالم يستطيع ان يتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بسهوله شديده جدا. تمام. هل هناك ثمه وسيله ل ان احنا نستفيد من طاقه شبابنا في انه يتواصل مع شباب العالم وينقلوا الرسالات اللي حضرتك بتقول عليها دي، ومن خلال افلام نقدر نديها لهم مجانا يعملوا بيها لنفسهم مواقع؟ يعني انا لما اجي لشاب اقول له هدي لك افلام فيديو تعمل لنفسك موقع، ويا سيدي خد فلوسه بس كلم لي العالم كله، اليست هذه وسيله؟ والله يا كابتن دي فكره ممتازه، ويؤسفني ان انا اقول لحضرتك ان وزير السياحه السابق هشام زعزوع كان، انت حضرتك تذكر ان هو كان في الوزاره وخرج ورجع تاني. ايوه. فكان راجع بفكره كويسه جدا، انه عمل موقع وعمل حاله على الفيسبوك وعلى المواقع كلها، ويمكن اول واحد اشترك في القصه دي كابتن بايس عبد الفتاح السيسي وقتها. هو طلب ان كل الشباب يشاركوا بالصور اللي عندهم، كل المشاهير اللي دي صوره في حته في مصر ينزلها على مواقع التواصل الاجتماعي. برضه انا دي يعني بص حضرتك قلت ايه، عايز كل واحد صور حاجه، هو ليه ما يتنزلش تتصور وتتوزع على الشباب مجانا؟ ليه ما يعملش شرايط فيديو؟ انا اتفرجت امبارح على محميه في القاهره هنا بعد وادي دجله، ما صدقتش ان المنظر وتفجر المياه في كهف من الكهوف موجود بالشكل الجميل ده في القاهره على بعد عده كيلومترات بسيطه مننا، ما نعرفهاش. والله يا كابتن انا بقول لحضرتك، انت كل شبر في مصر، كل بقعه في مصر تقدر تجيب لك ملايين السياح لو احسن استغلالها وبتخطيط علمي
وفكر من السادة المسؤولين، سواء سياحة شاطئية، سياحة صحراوية، سياحة سفاري، سياحة طبعا السياحة الأثرية احنا لا مش حد ينافسنا فيها يعني. نرجع للأهلي حضرتك. يعني تذكرتني بحاجة، الصديق العزيز حمدي زكي كان مستشارا سياحيا لمصر في مدريد، لمصر في مدريد، إبان ان ريال مدريد 2001 2001 عندنا هنا في مباراة أندية القرن. تمام. فبيقول ان هو عمل جناح ودعا فيه نجوم ريال مدريد بعديها بعدة اشهر، وكان خدوا يعني اسميهم بخراطيش ذهب كده بالفرعوني وبتاع، وخلاهم يصوروا في الجناح ده، وكان لها مردود كبير جدا. اذا الاهلي وزياره ريال مدريد لمصر والنتيجه التي حققت قدر يستثمرها واحد عايز يبتكر وعايز يعمل حاجه. صحيح. فقيس على كده حضرتك عشرات النماذج، والله ممكن نعمل شغل جامد جدا، بس مش ضروري نستنى الدوله. اقول لحضرتك هي مش ضروري تستنى الدوله، هي ضروري انت تنتمي او يعني تتصف بروح الفانيلا الحمراء. ده اللي احنا كنا بنقول عليه من شويه. بالظبط. الناس اتعاملت بالفكر اللي بيدار بيه النادي الاهلي والعشق بتاع اللعيبه وجمهور الفانيلا الحمراء، كل واحد زي ما قلت لحضرتك في الاول، لو كل واحد طبق ده في تخصصه كان زماننا دلوقتي يعني في مجالات كتيره معديين وناجحين. انا بكررها تاني برضه وبقول مش عشان خاطر ان انا اهلاوي ولا بتكلم في قناه الاهلي، انا لازلت بتمنى ان مصر كلها ان شاء الله تسود مصر كلها باذن الله. يعني مش كتير يعني مصر 98% مصر بالمية من المصريين اهلاويه. بالظبط. اعتقد 2% فنلعب على ال 2% ان شاء الله. شكرا شكرا استاذ محمد، شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ محمد البنساوي مدير تحرير الاخبار، معلقا على مقاله له بعنوان الاهلي اسلوب حياه.